حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. أسباير من بين الوجهات التي ستكون لها بصمة مميزة بإذن الله تعالى في شهر رمضان الكريم كما في كل عام، فلقد اعتاد هذا الصرح الرياضي والمجتمعي على احتضان العديد من الفعاليات الرمضانية المميزة والتي سيتحدث عنها الليلة بإذن الله تعالى السيد حسين القحطاني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة أسباير زون. يا مرحبا ومسهلا يا حسين. الله يرحبك. مبروك عليك شهر مقدم إن شاء الله تعالى. الله يبارك في أيامك. نسأل الله أن يتقبل إن شاء الله منا ومنك إن شاء الله ونصومه إن شاء الله. آمين بإذن الله. إن شاء الله تعالى. يا مرحبا ومسهلا أبو علي. في ترحيب مثل ما قال أخوي حمد، مبارك عليك الشهر مقدما. في البداية أبو علي بنتكلم عن في إعلان اتفاقية صارت بينكم ومع راف، مؤسسة راف، لتنفيذ مهرجان رمضاني اسمه بشائر الرحمة. لو نتكلم عن هذا المهرجان بالتفصيل. الله يحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شاكرين لكم على هالاستضافة الطيبة اللي نتمنى إن شاء الله أن ما سنقدمه اليوم للأخوة المشاهدين الكرام ينول أو ينال على استحسانهم إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لنا قبل الخوض بأي تفاصيل لأي فعاليات، أحب أعرج سريعا على الأهداف اللي وضعنا هالبرنامج المتكامل يعني على أساسه. نعم. احنا في مؤسسة أسباير زون عندنا العديد من الأهداف اللي احنا نتبناها، من ضمنها الترويج لنمط حياة صحي ونشط. كان هذا الهدف الرئيسي لإقامة المجموعة الكبيرة هذه من الفعاليات خلال فترة شهر رمضان المبارك. أيضا المميز أن احنا أيضا ما نسوي الفعاليات فقط لمرة ونتوقف عندها. احنا ولله الحمد هذا المهرجان، الحمد لله، هذا المهرجان الرابع. نعم. وبدأنا من 3 سنوات سابقة بإقامة العديد من الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، والفعاليات كل سنة عن سنة قاعدة تزيد. يعني أنا أتذكر المهرجان الأول كان عدد البطولات الرياضية اللي أقمناها 8، إحنا الآن في السنة هذه عندنا فوق 12 بطولة رياضية تقام خلال الفترة. فإحنا نركز على منهج الاستمرارية والنمو. أيضا من ضمن الأهداف اللي ترأست أولوياتنا هو توسيع دائرة التعاون أو الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الخيرية أو مؤسسات الدولة بشكل عام. هذا يمكن يكون ردا على سؤالك أخي الكريم. المهرجان بدأ برعاية من جهة واحدة أو من جهتين من 3 سنوات سابقة. الآن عندنا ما شاء الله فوق 3 أو 4 جهات راعية لفعاليات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، لأن احنا نؤمن تماما أن مؤسسة أسباير زون متسع للجميع، سواء كانوا أبناء المجتمع المدني كمشاركين في هذه البطولات أو حتى مؤسسات الدولة اللي تربطنا وياهم علاقة وثيقة. أيضا المكان وين بيكون يا حسين؟ الآن إذا بنتكلم عن المهرجان بشكل عام، عندنا 3 مهرجانات متكاملة سيتم تفعيلها إن شاء الله خلال شهر رمضان بشكل متوازي، كلها ستنطلق في نفس الوقت، كلها سيتم إدارتها في مناطق مختلفة. نبدأ أولا بالمهرجان الرياضي اللي هو أساس عمل مؤسسة أسباير زون. عندنا مهرجان رياضي سيبتدأ إن شاء الله تاريخ 22/7، يعني بعد ما يبدأ الشهر الفضيل إن شاء الله ب4 أو 5 أيام. فيه عدد 12 بطولة رياضية مختلفة من كرة القدم وكرة السلة والطائرة، ومتوجهة هذه لأبناء المجتمع المدني. وموقع وين؟ في داخل قبة أسباير. في قبة أسباير. اي نعم، المكان مكيف، وأيضا قبة أسباير يمكن تكون هي المبنى الأكبر في العالم المغطى واللي يتسع لإقامة 13 لعبة في نفس الوقت. الأكبر والأنسب في الوقت بالضبط. في وقت رمضان بالذات إنه بيصادف وقت يعني الجو مو بيزين على قولة بعض الشيبان. فالحين احنا فتحنا التسجيل من تقريبا أسبوعين، وفي بعض الألعاب تم الانتهاء من التسجيل، خلاص استوفت العدد المطلوب. وبعض الألعاب لحد الآن موجودة، لكن خلينا نقول كرة القدم هي النصيب الأسد وخلصت، يعني سكر التسجيل فيها خلال 3 أو 4 أيام على طول. عندنا أكثر من 18 فريق مشاركين في البطولة. والبطولة اسمها بطولة بشائر الخير. أنا لا، بشائر الخير هذا موضوع ثاني، أنا راح أوصل له، لكن هذا كله الملخص
عن مهرجان سباير الرمضان الرياضي في شهر رمضان. نعم يكون في سباير. طبعا احنا مؤسسة سباير زون عندها كادر تنظيمي هائل لإدارة الفعاليات هذه من خلال تجاربنا السابقة، وسيتم إدارة الفعاليات هذه كلها. المقرن الثاني اللي تكلمت عنهم بعلي، هذا المهرجان الأول. المهرجان الثاني نتكلم فيه اللي هو مهرجان بشائر الرحمة اللي يعني بالشراكة مع راف الأخوة في مؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف، تم التعاقد معهم بشراكة استراتيجية لإدارة المهرجان، مهرجان بشائر الرحمة الذي سيتم إضفاء الصبغة الدينية خلنا نقول للتناسب مع شهر رمضان خلال هذه الفترة. المهرجان أو مهرجان بشائر الرحمة راح يكون في قاعة مبنى السيدات المقابلة لفيلاجيو باتجاه لما تدخل أنت باتجاه فندق الشعلة، المبنى اللي على يمين. على يمين نعم. هذا المبنى يعني مزود بجميع التجهيزات اللازمة لإقامة هذا المهرجان، وراح يتم استضافة العديد والعديد من المشايخ سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وكنا على تواصل دائم مع الأخوان في مؤسسة إطراف، زودونا يعني قبل 3-4 أيام بالبرنامج. هناك العديد من الأسماء اللي ممكن حتى أقولها، أنا مصرح أني أقولها. أيه قولها خذ راحتك، إحنا الوقت يدهمنا نبغي المعلومات أكثر. عندنا الشيخ عايض القرني، عندنا الشيخ سعيد بن مسفر، عندنا الشيخ محمد العريفي، العديد والعديد من الأسماء اللي تنزل في الجرائد وفي مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي أسماء المشايخ. نعم. يعني ومعناته المكان اللي نقول مقابل فيلاجيو هو مخصص للنساء. نعم. والأطفال، هذا المخصص للجميع طبعا. على مختلف الشرائح راح يكون في إقامة العديد من المحاضرات الدينية، بالإضافة إلى أن مسجد سباير الذي يقع جنب المبنى هذا أيضا راح يتم فيه إقامة صلاة التراويح والتهجد بالتعاون مع الأخوة في مؤسسة راف. هذا المهرجان الديني. الديني. أجي إلى المهرجان الأخير. الأخير. اللي هو الترفيهي. مهرجان الترفيهي إحنا أقمنا فكرة اسمها فريج سباير. عندنا مكان ما راح أعلن عنه الآن، هو مكان تقريبا سري. يعني أعلنت عن المشايخ وأعلنت عن الأهم. أنا. شو مشاركون فيه الناس الحين؟ بخليها مثل مفاجأة، لأن إحنا هذه من أحد إمكانيات مؤسسة سباير زون. عندنا مكان مفتوح للعامة، درجة الحرارة فيه 25 درجة. المكان هذا يمكن ما أقدر أشرح لكم تفاصيل أكثر فيه، ولكن هو موجود في قلب سباير. هو نفس المكان نملكة. اللي الظاهر تعرف أنت. أنا ودي إنك اللي تقوله، ما ودي. نعم. هو عبارة عن بروتوتايب أو نموذج من الملاعب اللي يعني سويناها إحنا عندنا في المؤسسة تمهيدا لكأس العالم، على أساس يوم كانوا يقولون أنه راح يكون فيه تكييف في الملاعب، سوينا يعني نموذج ملعب مصغر مكيف كامل. احنا نعاني صراحة من درجة حرارة، وأغلب الفعاليات اللي تتوجه للكوميونتي أو خلنا نقول أبناء المجتمع يحبون يكونون في مكان مفتوح، فهذا المكان هو الأنسب. هذا فريج سباير راح يكون فيه أنشطة ثقافية تراثية بحتة، راح يتم تفعيل هذا المكان بالشراكة مع الأخوة في مؤسسة قطر الخيرية، اللي راح يكون إن شاء الله دورهم في فعالية اسمها سلوم. هناك برنامج أو فعالية كاملة اسمها سلوم، تعني بتثقيف أبنائنا وعيالنا عن السلوم وعادات التقاليد. نعم. وأجواء الرمضانية. نعم. 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 حسين القحطاني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة سباير زون، شكرا لوجودك معنا في ترحيب، وبيض الله وجهك على هذه المعلومات، والمكان اللي نقول له مفاجأة. اهلا وسهلا. انا والله ما اعرف، بس تخبر لي اجرب الكلام. يقول لنا بعد. هذه دعوه مني انا شخصيا لجميع المشاهدين الكرام لمتابعه مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه في سباير، لان راح يكون فيها تحديث معلومات وبالفعاليات اللي راح ان شاء الله. هذه بعلي دعوه منك ودعوه منا احنا للمشاهدين الكرام بان يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركه في هذه الفعاليات باذن الله، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. مشاهدين الكرام، عقدت جمعية قطر الخيرية صباح اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشاريعها وأنشطتها الرمضانية داخل الدولة وخارجها. نعم، وقد شهدت هذه البرامج والمشاريع تطورا كبيرا بالمقارنة مع الحملات الرمضانية للموسم الماضي. تحت شعار رمضان البسمة، أطلقت قطر الخيرية حملتها الرمضانية لهذا الموسم،
وقد أعلن خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل هذه المشاريع التي شهدت قفزة نوعية من حيث التكلفة والتنوع وتوسع دائرة المستفيدين داخل الدولة وخارجها. السنة طبعاً احنا مستهدفين يعني 2,043,000 مستفيد، بناء عليه طبعاً زادت التكلفة يعني عن 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 العام، فبلغ إجمالي المشاريع اللي نستهدفها إن شاء الله السنة داخل وخارج قطر 58 مليون. وقد شهدت حملة هذا الموسم زيادة في المخصصات المالية للمشاريع الرمضانية داخل وخارج الدولة، بلغت أكثر من 25 مليون ريال. تكلفة مشاريعها تقريبا الداخلية كلها 20 مليون ريال قطري، وعدد المستهدفين 193,000 تقريبا نسمة. من أهم مشاريعنا هو البرنامج الدعوي اللي جايبين فيه مستضيفين فيه شيوخ وعلماء من خارج الدولة. برامج البراحة طبعا في اللؤلؤة، وعندنا في الخور، وعندنا في الشحنية، وعندنا برنامج اللي هو خاص البراحة للجاليات، وكذلك عندنا مركز المعارض، هذا أول مرة نطلقه هذه السنة. وكذلك عندنا احنا البرامج اللي هي موائد رمضان، الخيام تقريبا يعني 18 خيمة متوزعة الحمد لله على في أنحاء الدولة. وعندنا كذلك إفطار الجوال، وعندنا من البيت للبيت اللي هو الأسر المنتجة إلى الأسر المتعففة، وكذلك عندنا مائدة العمال في الصناعية. بما يخص المشاريع قطر الخيرية في الخارج، بلغت تكلفة المشاريع حوالي 38 مليون ريال قطري، والمستفيد بإذن الله ما يقارب 1,450,000 مستفيد بإذن الله تعالى. طبعا هذه مشاريع خاصة برمضان، شهر رمضان المبارك، وتنقسم إلى عدة أقسام: موائد إفطار صائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، وسلال غذائية رمضانية، ومساعدات أيضا غذائية توزع بالداخل السوري. وتهدف قطر الخيرية جمع 300 مليون ريال خلال هذا الموسم خدمة للفئات والمجتمعات الفقيرة، أي بمبلغ يزيد عن 22 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت حصيلة التبرعات 278 مليون ريال. مستمرين معكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل بنتابع. استعدادات كتارة لاستقبال شهر رمضان الكريم، ابقوا معنا.